السلام عليكم. اليوم رانا في رأس الحراسة كاب دو غارد، وهنا رانا هذه هي النهاية تاع الطريق. نقدرش نقرب للآخر أكثر. هذه هي رانا، منظر رائع جميل جدا ما شاء الله. منظر هايل. إذن هذا هو كاب، جاء في أقصى المنطقة الشمالية تاع مدينة عنابة باتجاه البحر. كاب هذا كاب داخل في البحر، حوالي 4 ولا 5 كيلومتر داخل في البحر. في مدينة عنابة نروح نديرو جولة، مشينا على الأقدام، ما نقدرش نافونسيو بالسيارات. كذا هذا هو أقرب نقطة ممكن نصل لها بالسيارة. نكمل الرحلة ديالنا مشينا على الأقدام. وهنا فيه تهيئة جميلة، تهيئة مليحة للسواح والزوار. ونشوف هنا لو كاب هذا، هي ما لي كاب جينيرالمون كامل غير ممكن الوصول اليهم، لانه يجب لي ربي في يعني فيهم البحريه الجزائريه هي اللي مكلفه بهذه الاماكن اللي حراسه الحدود البحريه. لا امر طبيعي، اذن غير ممكن يعني الدخول داخل الكاب هذا. لكن نقدر نقرب له مشينا على الأقدام. هنا فيه مساحة جميلة جدا ومهيئة مليحة للزوار، يقدروا يجوا لهنايا، يعني يقدروا يشوفوا. عندك مناظر من الجهتين، عندك مناظر من الجهتين. وهذا هنا نشوفه كاب نتاع كاب دو غارد تاع مدينة عنابة، صورة رائعة. يمتزج فيها يد الإنسان مع كذلك الطبيعة. مدينة عنابة باتجاه الشمال، انه الكاب هذا جاي داخل في البحر بحوالي 4 و5 كيلومترات داخل في البحر. اذا ستان كاب. وهنا عندنا كذلك من فوق الهيها الكاب الحمراء. عندنا زوج دو كاب، عندنا هنا كاب الحمراء الرأس الحمراء، وعندنا من هنا رأس الحراسة. كاين زوج مناطق أو زوج رؤوس دو كاب. دو كاب الواحد هذاك الأعلى منطقة عالية. إذا هذا هو رأس الحمراء، ومن هنا رأس الحراسة. وهنا عندنا مناظر طبيعية منقطعة الخلابة، منقطعة النظير، شيء جميل جدا. نخليكم تتمتعوا بهذه المناظر الرائعة بدون ما نكثروا في الهضرة، نخليكم تتابعوا. والسلام عليكم. شوف هذا الصور، صح تشوف.
والله مدينة عنابة مدينة سياحية بامتياز، عندها كل المقومات تاع المدن السياحية. يعني ان واحد يقول صح صح، مش غير عنابة، يعني فيه ربما بعض الأمور فيه تفاوت في بعض النقاط، لكن تقريب كل المدن الجزائرية فهي سياحية، كل المدن حتى يعني من شمالها إلى جنوبها، كل المدن الجزائرية عندها مقومات سياحية غير مسبوقة، يعني خاصة بالجزائر فقط، لا تجدها في أي دولة في العالم. فوالله إحنا الحمد لله على كل حال، خليكم تتابعوا المناظر الرائعة من رأسي الحمراء ورأس الحراسة. إذن خليكم تتابعوا، وبلا ربما نزيد نهبط ليه بالك، خليكم تتابعوا. السلام عليكم. هذا هو، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.